السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دعوة جديدة من التربية لطلبة السادس الاعدادي. وزارة التربية ضرورة مراجعة طلبة السادس الاعدادي الى مدارسهم لاستلام الباركود الخاص بمنصة النجاح وتدوين معلوماتهم للاستلام للنتائج حال اعلانها. رابط منصة النجاح ستجدونه في وصف الفيديو. وتدوين معلوماتهم لاستلام النتائج حال اعلانها، لان عدم التفعيل سيؤدي الى حرمان الطالب من معرفة نتيجته النهائية، علما ان معالي وزير التربية وجه في وقت سابق الادارات المدرسية بالتواجد ليومي السبت والاحد لتوزيع الباركودات على الطلبة.